اهلا بيكم مره تانية وكل سنه وانتم طيبين. في 2008 و2009 في الولايات المتحده الامريكيه حصل انهيار الاقتصادي ما يعرف بالكريدت كرانش. كان في منتجات كتيره جدا 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 مدعومه بالرهن العقاري. المنتجات دي بتنقسم من قسمات لا نهائيه. لو حصل اي ديفولت في اي سداد لاي منتج من المنتجات دي وعن طريق الدومينس ايفكت حصل انهيار الاقتصادي. بعد فتره من الازمه ابتدى المحللين يعكفوا على اسباب الازمه بالظبط، واللي هي ما اثرتش في الولايات المتحده بس ولكن اثرت في اوروبا والشرق الاوسط. لقوا انه المفروض انه حصل فترات طويله جدا جدا من عمليات التسليف او منح القروض لمواطنين او لشركات ما عندهمش القدره الماليه ان هم يدفعوا القروض دي، وده اللي سبب ان هو كان ساعتها بيعكف التقييم على الافراد او الشركات دي على القوائم الماليه التاريخيه. ولكن هنا ظهرت الحاجه الى انه تقييم العميل او الشركه على اساس القوائم الماليه المستقبليه، وهنا ظهرت ما يعرف بالECL. خليك معايا. الـ ECLs أو الـ Expected Credit Losses هي الخسائر المحتملة اللي ممكن تيجي لو إن الراجل اللي خد الفلوس أو الشركة اللي خدت القرض ده ما يقدرش يبقى عندها cash flows في المستقبل sufficient إن هي يدفع القرض أصل القرض زائد الفوائد. وبالتالي كان من أوائل الجهات اللي تمت الرد على ده وعملت حسابها في الموضوع ده هي الجهات المصدرة لمعايير المحاسبة الدولية، وبالتالي هنا ظهر الحاجة إلى الـ IFRS 9. الـ IFRS 9 كان بديل لمعيار الدولي الـ IAS 39 الأدوات المالية، وهو جه لتسجيل وتقييم الأصول والخصوم المالية وبعض عقود البيع والشراء الخاصة بالـ Non-Financial Items. الـ IFRS 9 وحسبة الـ ECL هي حسبة معقدة جدا بيستخدم فيها Models عشان أقدر أن أنا أحسب الكلام ده. ولو أنت عايز تعرف الشركة دي طبقت الـ IFRS 9 ولا لا، وهو المفروض كان بداية من 1 يناير 2018 وكان في Early Adoption طبقا للمعيار. لو عايز تعرف هل تم تطبيق الكلام ده ولا نظره بسيطه جدا على القائمه الخاصه بحقوق المساهمين، وهتلاقي فيه ادجستمنت كبيره جدا جدا على البيجنينج بالانسز اوف ريتيند ايرنينجز الخاصه بالاي سي ال للفاينانشال اسيتس والليبيليتيز ما قبل 2018. المفروض ان احنا هنشوف تطبيق زياده للاي اف ار اس وخصوصا في مجال البنوك لانه بيتعرض بالقروض الى جانب الشركات بالنسبه للريسيفبلز بتاعتها، وهنشوف المعالجات دي هتفرق ازاي مع الشركات وممكن تكبد شركات خسائر كتيره جدا جدا لاعاده توجيه النظر من الارصده التاريخيه الى الارصده المستقبليه في تقييم الفاينانشال اسيتس اند لايبيليتيز. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، ياريت سبسكرايب للقناة وشير ولايك للفيديو. أشكركم.